هذا وأكد سعادة النائب محمد السيسي البعينين رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس النواب خلال مداخلة هاتفية في البرنامج الخاص أن قطر لم تلتزم بتعهداتها في القمتين الخليجيتين اللتين عقدتا في الرياض والعلا، مشيرا إلى أن قبيلة آل مرة وقبائل أخرى هم من المكون الرئيسي لقطر، ومن المؤسف ألا يحق لهم الترشح والانتخاب. من المؤسف أن نرى قبيلة آل مرة والقبائل والعوائل التي بنت قطر لا يحق لهم الترشح والانتخاب، وأنه لهذه الدرجة يتم سلب الحقوق من نصف مكونات الشعب القطري. فقبيلة آل مرة مكون رئيسي من مكونات الشعب القطري، ولذلك نعتقد أنه كان يجب على قطر وبعد الانفتاح الذي تدعيه العالم أن تراعي هذه الحقوق لمواطنيها، والتي يترتب على الانتقاص منها مشكلات كبيرة لها انعكاسات سلبية على مستقبل البلد. وهناك من حذر من أن قانون الانتخاب في قطر أوجر كرة لهب قد تكبر وتتدحرج بشكل لا يستطيع أحد ضبطها مستقبلا. وبالطبع لم نكن نتمنى سجن المواطنين القطريين دون محاكمات لمجرد أنهم يطالبون بحقوقهم. والمهم في هذا المقام أن ننظر لما يجري اليوم في قطر من منظور شامل، حيث أنه بالتوازي مع ما سبق الإشارة إليه نشهد عدم التزام قطر بما تم الاتفاق عليه في القمتين الخليجيتين رياض والعلا.